السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مع بعض اخر محاضرة في الكورس بتتكلم عن الثيرمال ديجراديشن وكمان عن الميكانيكال بروبرتيز للبوليمر. الاول نعرف يعني ايه ثيرمال ديجراديشن. ديجراديشن معناها انه المركب بتاعي ده بيحصل له بيتكسر. يبقى انا لو خدت البوليمر ده بتكلم عن البوليمر، فالبوليمر ده بيتكسر. هيتكسر ازاي؟ نتيجة الثيرمال، يعني معنى كده اني بعرضه لدرجات حرارة مرتفعة بسخنه، تمام؟ نتيجة تسخين البوليمر عند درجة حرارة مرتفعة بيبتدي يحصل له ديجراديشن. يعني ايه ديجراديشن؟ يعني بريك اب، يتكسر. طب هيتكسر هيديني ايه؟ قدامي احتمالين، يا اما يديني المونيمر اللي اتكون منه اصلا، او انه احيانا بعض البوليمرز ما تقدرش تديني مونيمر، لكن اصغر حاجة ممكن توصل لها نتيجة التكسير ده ان تديني مولكيولز وزنها الجزيئي اقل بكتير من البوليمر اللي بدأت بيه. يبقى اذا لو انا عايزه اعرف الثيرمال ديجراديشن هقول ان هي the effect of high temperature that causes the polymers to degrade، يعني break up into smaller molecules and even monomers، يعني ممكن تديني ده او ده. طيب ايه اللي يخليني بقى ممكن احصل على المونومرز او ان بوليمر تاني تديني ما تقدرش تديني تتكسر فتديني مونومرز وتديني فقط او تكتفي بوجود مولكيولز بوزن جزيئي اقل؟ ده كله معتمد على الكيميكال ستراكشر اوف بوليمرز. يبقى اذا البرودكت اللي بحصل عليها نتيجة الثيرمال ديجراديشن بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الكيميكال ستراكشر بتاع البوليمر. بعض البوليمر ممكن يحصل لها دي بوليمرايزيشن. الكلمة دي بوليمرايزيشن دي معناها ايه؟ يساوي بالظبط كلمة ثيرمال ديجراديشن. دي بوليمرايزيشن معناها عكس البوليمرايزيشن. البوليمرايزيشن ببدأ بمونيمر بوصله بوليمر. دي بوليمرايزيشن دي معناها اني بوصل ايه؟ ببدأ ببوليمر وبكسره عشان ارجعه للمونيمر لو اقدر. فبعض البوليمرز ممكن يحصل لها تتكسر تماما فتديني المونيمرز اللي كانت بتتكون منه. بعض البوليمرز التانيين مش هتقدر توصل للمونيمر، لكن مع تأثير درجة الحرارة ممكن توصل لأصغر حاجة ان تديني جزيئات لكن وزنها جزيئي اقل. طيب المعدل نفسه بتاع البوليمرايزيشن او الدي بوليمرايزيشن، لو انا عايزه اشوف ازاي الحراره لما ازودها هتاثر على البوليمر بتاعي، يعني هيتكسر معقول؟ يعني معقول فعلا الوزن الجزيئي بتاعه هيقل؟ اتاكد ازاي من الحته دي بتجربه عمليه؟ قال انا هقدر اتاكد من ده ان انا هاخد او هقيس الفيسكوستي بتاعه البوليمر، الفيسكوستي اللزوجه. طبعا اللزوجه معتمده على وزن الجزيئي، كل ما وزن الجزيئي كبير يبقى كبير كل ما الفيسكوستي بتاعه الماده بتزيد، تمام؟ فانا عشان اتاكد من حته فعلا ان درجه الحراره العاليه بتاثر على البوليمر وبتعمل له تكسير، فانا هاخد بوليمر اللي هو بوليستايرين سوليوشن، تمام؟ وبعدين في نفس الوقت هاخد المونيمر اللي هو الستايرين واعمله بوليمرايزيشن، واشوف ازاي الاثنين لما سخنهم عند نفس الرينج بتاع درجات الحراره ازاي او ايه التغيرات اللي هتحصل في الفيسكوستي بتاعتهم. طب تعالوا نشوف الكلام ده كده. ادي العلاقه بين الريليتيف فيسكوستي، تمام، الزوجه النسبيه، وبين على المحور السيني انا حاطه درجات الحراره، تمام. وبعدين انا كل شويه بزود الحراره 180 درجه 360 درجه 540 وهكذا. الكيرف الاولاني كيرف نمبر 1 ده بيمثل البوليستايرين البوليمر. البوليمر طبعا كانت اللزوجه بتاعته عاليه قوي، تمام، لان وزن الجزيئي بتاعه كبير. وبعدين ادي الكيرف 2 بيمثل المونيمر اللي هو الستايرين، طبعا لزوجته قليله جدا لانه مونيمر يعني وزن الجزيئي قليل. الاثنين بدأت أسخنهم أو أعرضهم لنفس درجات الحرارة، فلاحظت إنه البوليمر اللزوجة بتاعته بتقل. ده إنديكيشن لإيه؟ إنديكيشن الوزن الجزيئي بتاعه بيقل، ده معناها إن البوليمر بتاعي قاعد يفقد حاجات منه بيتكسر. في نفس الوقت أنا بعمل هنا بوليمرايزيشن، أنا واخدة مونيمر وقاعد بيحصل له يعني في بيضاف المونيمرز بعضها فبيتكون بوليمر، فكل الوزن الجزيئي كل ما يزيد يعني اللزوجه بتزيد، لغايه لما في درجه حراره معينه الاقي ان الاثنين اللزوجه بتاعتهم اصبحت متطابقه، معناها ان الاثنين وصلوا لوزن جزيئي واحد.
وصلوا لنفس المولكيول اللي ليه نفس الوزن الجزيئي. ما ده معناها ايه؟ معناه ان فعلا كل ما بزود درجه الحراره كل ما البوليمر بتاعي بيتكسر، تمام، لدرجه انه وصل لوزن جزيئي للمونومر وهو بيحصل بالمايزيشن. يبقى دي كده تجربه عمليه بسيطه بتاكد ان بتاثير درجه بزياده درجه الحراره البوليمر بيحصل له ديجراديشن او بريك اب. طيب اكتشفوا كمان ان في علاقه بين البرودكت اللي بحصل عليها من البوليمر او ديجراديشن برودكت، يعني يا ترى هيديني بوليمر، سوري يا ترى البوليمر ده لما سخنه هيديني مونومر ولا هيديني بس جزيئات بوزن جزيئي اقل. ده معتمد على ايه؟ ده لقون معتمد على الهيت اوف بوليمرايزيشن. هيت اوف بوليمرايزيشن يعني ايه؟ هيت اوف بوليمرايزيشن المقصود بهيت اوف بوليمرايزيشن معناه ان الحراره المنطلقه اثناء تكوين البوليمر. ودي ليه قلت منطلقه؟ لان هي فعلا غالبا هتبقى ده اكسوثيرميك، يعني نتيجه تكون المونومر لما ترتبط مع بعضها عشان تكون البوليمر في الاخر، تفاعل طرد الحراره تنطلق منه كميه الحراره، كميه الحراره المنطلقه دي انا بسميها هيت بوليمرايزيشن. بالظبط زي مثلا ما كنت بعمل تفاعل احتراق، ماده بتتفاعل مع الاكسجين فبتتكون الميتال اوكسايد مثلا او الاكسيد بتاع الماده، خلاص كميه الحراره المنطلقه في هذا التفاعل بسميها هيت اوف كومباشن، حراره الاحتراق. هنا نفس الكلام، عندي حاجه اسمها هيت اوف بوليمرايزيشن. طب ازاي الهيت اوف بوليمرايزيشن دي القيمه بتاعتها بتاثر على الديجراديشن برودكت؟ تعالوا ناخد مثال. لقوا انه مثلا لو انا عندي بوليمر والبوليمر ده عنده لو هيت اوف بوليمرايزيشن، يعني الحراره المنطلقه اثناء تكوين البوليمر كانت قليله. طب لما اخد البوليمر ده وابتدي بقى اكسره اسخنه عشان يتكسر، هيديني ايه؟ الاقي في الاخر ممكن يديني مونومر. طب انا خدت بوليمر تاني لكن كان عنده الهيت البوليمرايزيشن بتاعته كانت قيمتها كبيره، وخدت البوليمر ده وقعدت اثر عليه بدرجه حراره مرتفعه عشان يتكسر، هل هيديني مونومر؟ قال لك لا مش هيديني مونومر، لكن اقصى حاجه ممكن يوصل لها ان يديني ستيبل ماكرومولكيولز. ستيبل يعني اني خلاص مش هتتكسر تاني ابدا، واستحاله اني احصل على المونومر. تمام، يبقى اذا عندي بوليمر وزن جزيئي، سوري، الهيت بوليمرايزيشن بتاعته قليله فلما يتكسر هيديني مونومر. عندي بوليمر الهيت اوف بوليمرايزيشن بتاعته كبيره فلما يتكسر هيديني، مش هيديني مونومر ابدا، لكن هيديني ماكرو مولكيولز بلو مولكيولر ويت. يبقى اذا كلما زادت قيمه الهيت اوف بوليمرايزيشن كل ما كان البوليمر عنده تندنسي اقل او ميل اقل انه يديني مونومر في الاخر او يحصل له ثيرمال ديكمبوز. طيب لو انا عندي الهيت اوف بوليمرايزيشن لاي بوليمر كانت اقل من 60، يبقى من غير ما افكر البوليمر ده اكيد لما اخده اعمل له ثيرمال ديجراديشن لازم هيديني المونومر في الاخر. طيب الملاحظ كمان، الملاحظ انه عملت الثيرمال ديجراديشن او تكسير البوليمر نتيجه تعرضه لدرجات حراره مرتفعه بيمر بنفس الخطوات اللي كان بيمر بيها عمليه البوليمرايزيشن. يعني ازاي بقى؟ احنا عارفين ان لما اخد مونومر عشان احضر منه بوليمر بيمر بثلاث مراحل رئيسيه: انيشيشن، بروباجيشن، ترمينيشن. انيشيشن اللي فيها المونومر كان بيتكسر رابطه ثنائيه مثلا فيتكون راديكال، البروباجيشن بيبتدي اضافه المونومر بتزيد، ترمينيشن معناه ان خلاص البوليمر اللي انا عايزاه وصلت له. طيب هل معقول نفس الخطوات دي لما اجي اعمل ثيرمال ديجراديشن او دي بوليمرايزيشن برضو البوليمر هيمر بيهم؟ قال لك اه. طب امال ازاي؟ ايه الفرق؟ الفرق ان في عمليه البوليمرايزيشن انا ببدا الانيشيشن بمونومر بوصل لبوليمر. طب عمليه الثيرمال ديجراديشن او الدي بوليمرايزيشن انا هبدا ببوليمر وهوصل الى مونومر او هوصل الى مولكيولز لكن وزنها جزيئي اقل. طيب احنا قلنا قبل كده انه البرودكت بتاعه الثيرمال ديجراديشن بتعتمد على كيميكال استراكشر، صح؟ طيب تعالوا نشوف ازاي بيعتمد. قالك لو انا واخده مثلا بوليمر والبوليمر ده عنده هيدروجين والهيدروجين ده موجود على كربونه ترشري ثلاثيه، وخدت البوليمر ده بدات اعمل له تسخين عند درجه حراره مرتفعه، يا ترى هل هيديني مونومر؟ قالك لا مش هيديني مونومر خالص في اخر او في الديجراديشن برودكت. طب تعالوا نشوف مثال كده. ادي البوليمر بتاعي اللي هو بولي ميثايل ميثاكريليت، خدت البوليمر ده وبدات اعمله تسخين
اصبح رابطه من الروابط الموجوده فيه اتكسرت فاداني راديكال. راديكال رابطه اتكسرت فادتني راديكال. راديكال معناه ان الكربونه دي عندها نقص. طيب نشوف كده الهيدروجينه دي. الهيدروجينه دي مرتبطه بكربونه. الكربونه دي وضعها ايه، ثلاثيه ولا ثنائيه؟ لا ثلاثيه، لان حوالي ثلاث روابط، رابطه مع الهيدروجين ورابطه مع الكربون دي ورابطه مع الكربون دي، فاسمها تيرشري كربون. والهيدروجين الموجوده عليها ودي عندها راديكال. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البوليمر ده بيحصل له ديجراديشن، بس الميكانيزم بتاعي ان في راديكال قاعد بيحصل بينتقل داخل سلسله البوليمر. يعني اذا بيحصل دي بوليمرايزيشن او ديجراديشن من خلال راديكال تشين ترانسفير، قاعد الراديكال ينتقل من مكان الى مكان تاني او كربون تاني داخل سلسله البوليمر. وفي الاخر هلاقي البوليمر بتاعي ده ما فيهوش خالص مونيمر في النهايه، خالص ما فيهوش مونيمر، لكن في مولكيولز وزنها جزيئي اقل. طيب لو انا عندي بولي ستايرين، ادي الاستراكشر بتاع الستايرين نفسه انا جبته لكم، بس الستايرين عباره عن حلقه بنزين وعندها سي اتش دبل بوند سي اتش 2، ده الستايرين كمونيمر جبته لكم بس عشان تبقوا عارفين الرمز بتاعه. بولي ستايرين ادي السلسله بتاعه البوليمر، تمام. وادي عندي راديكال موجود اهو. لاحظوا انه الراديكال ده ستيبل قوي، ستيبل نتيجه ايه؟ بيحصل كونجوجيشن عشان موجود عندي حلقه البنزين، فعشان هو ستيبل لقوا ان هذا البوليمر لما بعمل له عمليه ديجراديشن او تسخين على درجه حراره مرتفعه ممكن في الاخر يديني بوليمر، ممكن في الاخر يديني بوليمر، تمام. يبقى اذا مقارنه بين البوليستايرين ومقارنه بين البوليميثايل ميثاكريليت، الاثنين عندهم في راديكال موجود، لكن واحد اداني ممكن يديني مونيمر في الاخر عشان الراديكال ده ستيبل، لكن البوليميثايل ميثاكريليت مش هيديني مونيمر في الاخر، لكن احصل على مولكيولز ولو مولكيولر ويت. طيب لو انا خدت بولي ايثيلين وبرده بدات ان انا اخد البوليمر ده اسخنه عند درجه حراره مرتفعه، بلاحظ انه الوزن الجزيئي بتاعه بيقل، يعني بيحصل له ثيرمال ديجراديشن، لكن في الاخر مش هيديني خالص مونيمر. طيب ايه تاني الكيميكال استراكشر بيأثر على ديجراديشن برودكت؟ قال لو انا عندي المركب بتاعي او البوليمر بتاعي فيه برانشز، يعني متفرع مش لينير، لكن عندي برانشز موجوده، تمام. فايه اللي بيحصل؟ قال ان وجود البرانشز دي خلاص بتخلي الريت بتاعه الثيرمال ديجراديشن البولي ايثيلين بيزيد، يعني بتخلي المعدل بتاعي اسرع، ممكن يكسر بسهوله وفي وقت قليل يتكسر ويديني مولكيولز ويز لو مولكيولر ويت. يبقى ده كل اللي احنا اتكلمنا عنه، ده كان تاثير الكيميكال استراكشر على الديجراديشن برودكت، وخدنا كمان تاثير الهيت اوف بوليمرايزيشن على الديجراديشن برودكت، تمام. طيب هناخد بقى نقطه ثانيه متعلقه برضو بالديجراديشن، حاجه اسمها ثيرموجرافيمتري. ثيرموجرافيمتري اختصارها تي جي ثيرموجرافيمتري، ده برضو متعلق بالثيرمال ديجراديشن. ازاي؟ لان انا برضو هاخد البوليمر هكسره، بس انا المره دي انا هشوف التغير في الوزن او في الكتله بتاعه البوليمر نتيجه تاثير درجه الحراره. بمعنى اني هبدا ازاي؟ انا هاخد مثلا 1 جرام من البوليمر، والواحد جرام ده هبتدي برضو اسخنه عند درجه حراره مرتفعه، بس انا هقيس ايه بقى؟ انا هقيس التغير في وزن البوليمر مع زياده درجه الحراره. يبقى اذا التي جي كيرف الثيرموجرافيمتري كيرف طريقه بتستخدم عشان اقيس او اميز الديكومبوزيشن، وكمان الثيرمال ستابيليتي بتاعه البوليمر خلاص، وكمان منها اقدر اقيس الكاينتيك بتاعه البوليمر. كاينتيك يعني ايه؟ يعني اقيس حاجه اسمها الانتروبي، اقيس حاجه الانثالبي، الانرجي اكتيفيشن، دي كلها اسمها كاينتيك بارامترز او كاينتيك بروبرتيز، واقيس الثبات الحراري بتاعه البوليمر، وكمان اعين الديكومبوزيشن بتاعه البوليمر، يا ترى هو اتكسر في مرحله واحده ولا اتكسر على كذا مرحله. ده بدرسه ازاي؟ تي جي كيرف ده عباره عن علاقه بين التغير في وزن البوليمر مع درجه الحراره. يبقى اذا علاقه بين الماس على المحور الصدري والتمبريتشر على المحور السيني. ادي شكل الكيرف او ادي الماس، التغير في وزن البوليمر، تمام، مع تاثير درجه الحراره. بيطلع لي كيرف بالمنظر ده. ده معناه ايه؟ معناه ان انا الوزن بتاعي كل شويه قاعد يقل،
نتيجة ان بيحصل degradation في البوليمر. degradation يعني ايه؟ زي ما احنا قلنا يعني في جزء من البوليمر بيتكسر بيتفقد، فالجزء منه بيتفقد فالوزن بيقل. تمام؟ فانا بسجل التغير في وزن البوليمر نتيجة زيادة درجة الحرارة، فبيحصل على كيرف بالمنظر ده بسميه تي جي كيرف او thermogravimetry كيرف. ده انا كاتبه لك تحت سنجل ستيج. يعني ايه سنجل ستيج؟ شايفين المنحنى ده؟ مرحلة واحدة. يعني البوليمر اتكسر، خرج منه جزء معين وخلاص، سيبت على كده بقى، سيبه خلاص. تمام؟ احيانا بيبقى عندي الجزئية دي متكررة، يعني عندي منحنى كده ومنحنى تاني ومنحنى تاني، معناه ان البوليمر بتاعي اتكسر على ثلاث مراحل، كل مرحلة بيفقد جزء معين من البوليمر. طيب نبص كده على المنحنى ده، بلاقي في قيمتين لدرجات حرارة، ادي قيمة ودي قيمة. دول القيمتين دول مميزين جدا للكيرف بتاعي وليهم معنى عندي. ايه المعنى؟ اول نقطة دي فوق او اول تمبريتشر بديها رمز تي اي، ودي بسميها الديكومبوزيشن تمبريتشر او اقل درجة حرارة، بيبتدي البوليمر يتغير في الوزن بتاعه. يعني احنا شايفين هنا البداية بتاعتي ان انا خدت البوليمر اهو مفيش فقد في الوزن، قاعدة بسخن بسخن بزود درجة الحرارة، وفجأة لقيت بدأ يحصل تغير في الوزن بتاع البوليمر. أول درجة حرارة بيحصل تغير في الوزن ليها برمز لها بالرمز تي اي، معناها the lowest temperature at which the polymer start to lose a mass. طيب بدأ بقى يحصل تغير لغاية لما فجأة بدأت الحرارة بتاعتي مهما أزودها مفيش تغير خالص في الوزن. شايفين الحتة المستقيمة دي؟ بدأ من أول حرارة دي، مهما ازود في الحراره الاقي الوزن بتاعي ثابت، ازود الوزن بتاعي ثابت، يعني مفيش تغير، مفيش انحدار تاني او مفيش نقص تاني في الوزن بتاع البوليمر. فالحراره اللي عندها البوليمر بيوصل لاقل حاجه بسميها تي اف، وتي اف معناها ان خلاص الماس تشينج از كومبليتد، خلاص البوليمر مش ممكن يتكسر تاني ابدا، ثبت خلاص الوزن بتاعه. طيب الكلام ده كله انا بقيسه باستخدام ايه؟ باستخدام جهاز اسمه ثيرمو بالانس. يبقى اذا الثيرمو بالانس ده جهاز بستخدمه عشان ارسم او احصل منه على تي جي كيرف. الثيرمو بالانس ده بيتكون من اجزاء رئيسيه، بيتكون من الكتريك مايكرو بالانس يعني ميزان حراري الكتروني، وبيكون من عن طريق طبعا الفرن اللي بحط فيه العينه بتاعتي اللي بتيجي على تعرض درجه حراره مرتفعه، وتمبريتشر بروجرامر. وبيتكون كمان من اهم حاجة عبارة عن انسترومنت او اداة او جهاز وظيفتها انها بتقيس التغير في الوزن مع درجة الحرارة، وبترسم لي كمان الفيجر اللي انا حصلت عليه ده في الاخر. طيب دلوقتي احنا هندخل ناخد بقى الجزء الثاني من المحاضرة بتاعتنا، بنتكلم من عنها او نتكلم فيها عن الميكانيكال بروبرتيز للبوليمر، الخواص الميكانيكية للبوليمر. الخواص الثيرمال ميكانيكا او الثيرمو ميكانيكال بروبرتيز للبوليمر مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها يا ترى ايه الديفورميشن اللي بيحصل للبوليمر؟ طبعا حد يقول ده ما الديفورميشن دي احنا سمعنا عنها في المحاضره اللي فاتت، الديفورميشن قلنا ان في تغير في شكل البوليمر. اه صح، اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت، لكن المحاضره اللي فاتت ما جبناش سيره ان الديفورميشن ده بيحصل نتيجه زياده في درجه الحراره. كان الديفورميشن لو نفتكر عباره عن جهاز بحط فيه العينه بتاعتي وبعدين ببتدي اعمل ستريتشنج للبوليمر وابتدي اشوف البوليمر هيحصل له ايه، لكن ما كنتش بقول لك انا هسخن البوليمر. لكن الديفورميشن المره دي هيبقى ناتج نتيجه تعرض البوليمر لدرجات حراره مرتفعه. طب يا ترى لما اسخن البوليمر ايه الديفورميشن، ايه التغير في الشكل بتاعه اللي ممكن احصل عليه؟ فعشان كده التغير في الخواص بتاعت البوليمر او التغير في شكل البوليمر نتيجة تعرض لدرجات حرارة مرتفعة ده بسميه ثيرم ميكانيكال او ثيرمو ميكانيكال كيرف او ثيرمو ميكانيكال ميثود. يبقى اذا الثيرمو ميكانيكال ميثود عبارة عن او ثيرمو ميكانيكال كيرف ده كيرف بيربط او بيبقى ريليت ذا ديفورميشن اوف ذا بوليمر فيرسز ذا تمبريتشر او ديو تو ذا افكت اوف تمبريتشر. طيب تعالوا نشوف شكل الثيرموميكانيكال كيرف ده. لو انا عندي لينير بوليمر، لينير بوليمر، بس اللينير بوليمر ده في قدامي احتمالين، يا اما يكون امورفس وهنشوف يعني ايه امورفس، او يكون كريستالاين. امورفس معناها ايه؟
كلمة امورفوس معناها ان في ترتيب عشوائي في شكل الموليكيولز داخل البوليمر، في ترتيب عشوائي في شكل الموليكيولز داخل ذات البوليمر. اللينير امورفوس بوليمر ده بيبقى موجود في ثلاث اشكال فيزيائيه، يعني هو نفس كيميكال ستراكشر لكن بس الشكل بتاعه الفيزيائي في ثلاث احتمالات، يا اما في صوره الجلاس ستيت او في صوره الالاستيك ستيت او في صوره الاخيره هنشوفها الفيسكاس ستيت. طيب الجلاس ستيت ده بتتميز اننا زي احنا قلنا عندنا الراندوم ارينجمنت اوف نيوكلز، النوع او الحاله دي من البوليمر بيبقى بيحتاج حراره عاليه قوي عشان تغير فيه. هتغير فيه يعني ايه؟ يعني هيبتدي يحصل ديفورميشن بسيط في الانجلز في الزوايا بتاعه البوليمر، ديفورميشن بسيط جدا محدود. ايه الديفورميشن؟ ايه التغير الملحوظ في البوليمر اللي هيحصل لما انا اسخن البوليمر؟ ان مجرد ان الانجلز بتاعه البوليمر او بتاعه البوند نفسها بتتغير، يحصل ديستورشن فيها يعني تغيير، يا اما تزيد او تقل عن المعروفه. يعني ايه؟ انا مثلا بتكلم عن الكربون موجوده في سلسله البوليمر، والكربون دي رباعي يعني حواليها اربع روابط، تمام؟ معروف ان حوالين اي ذره كربون او اي ذره عموما المجموع الزوايا حوالي 360 درجه، زي اي نقطه مجموع الزوايا 360 درجه. بيتقسم بقى على كم بوند عندي. لو انا بتكلم عن لينير يعني الكربون، زي مثلا ما اقول جزيء ايه، زي كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد ده عباره عن لينير مولكيول، فاذا الزاويه حوالين الكربونه كلها 360. طب انا عندي كام بوند؟ 2. يبقى اذا الزاويه اللي بين البوند الاولانيه اللي هي الاكسجين مع الكربون مع الاكسجين الثانيه 180، 180 من فوق 180 من تحت، ده اسمه لينير مولكيول. لينير مولكيول بتبقى الانجل بتاعتي 180. طب لو بتكلم عن كربون حواليه مثلا اربع روابط، اذا اقسمي 360 على 4 تطلع الزاويه عندي اربع زوايا وكل واحده قيمتها 90، تمام؟ انا خدت بقى بوليمر، والبوليمر ده عباره عن لينير، وكان الفيزيكال ستيت بتاعته عباره او الكيميكال الميكانيكال ستيت بتاعته عباره عن كلاس ستيت. بدات انا اسخنه، فايه الديستورشن المتوقعه يعني، او ايه الديفورميشن اللي هيحصل فيه؟ ان هيحصل تغيير في البوند انجل فقط. طيب تمام، ادي الجلاس ستيت. طيب خدت بقى الجلاسي ستيت ده او الجلاسي بوليمر ده، وبدات ان انا اسخنه لدرجه حراره مرتفعه اكتر شويه، فهيتحول من الجلاسي الى الاستيك، يبقى البوليمر بتاعي اكثر مرونه شويه، تمام؟ وهنا بيحصل له ريفرسيبل ديفورميشن. يعني ايه ريفرسيبل؟ يعني عكسي، يعني ممكن يرجع تاني يتحول لجلاسي، او يرجع الجلاسي يتحول لايه؟ الى الاستيك. يبقى اذا بيحصل له، بيبقى قادر ان يحصل ريفرسيبل ديفورميشن. ريفرسيبل ديفورميشن يعني التغيير في الشكل بتاعه بيبقى عكسي، زي ما احنا بنتكلم عن اي الاستمر. الاستمر هي الحاجات المطاطيه، يعني ممكن يحصل له استطاله، ولما اسيب او اشيل المؤثر اللي باثر بيه عليه ممكن يرجع تاني للطول بتاعه الاصلي، فبرضه هي المقصود بيه انه يحصل له ريفرسبل ديفورميشن، تمام؟ طيب درجه الحراره اللي عندها تحول البوليمر بتاعي اللينير، الامورفوس لينير بوليمر اللي تحول عندها من الجلاسي الى البريتل، سوري، من الجلاسي الى الاستيك ستيت، بسميها انا يا اما جلاسي تمبريتشر، او احيانا بقول عليها اسم تاني بريتل تمبريتشر، فبديها رمز تي بي. يبقى ايه تعريف التي بي دي؟ هي اقل درجه حراره البوليمر عندها بيتحول الى او بيتحول من جلاسي الى الاستيك. The lowest temperature at which the polymer behave as elastomer او change from glassy to elastic state. ممكن اديها تعريف تاني اقول هو temperature range، مدى الحراره اللي عندها الامورفوس بوليمر اور exchange، بيحصل تبادل بين ايه؟ بين الجلاسي وبين البريتل سوليد. وين دي ار كولد؟ يعني ايه دي ار كولد؟ يعني لو خدت الجلاسي وسخنته هيتحول الى البريتل سوليد او هو الاستومر. طب وخدت الاستومر بردته هيرجع تاني جلاسي، عشان كده لو تفتكر احنا قلنا فيه بيحصل ريفرسيبل ديفورميشن. طيب الحاله الثالثه او الشكل الثالث من الامورفوس لينير بوليمر حاجه اسمها الفيسكوس ستيت. الفيسكوس ستيت ان انا بقى خدت الالاستيك بوليمر ده
وبدأت انا اسخنه عند درجة حرارة مرتفعة اكتر، ايه اللي هيحصل؟ هيتحول الى سائل، لكن سائل لزج شوية، فيسكس ماس، يعني هو ليكويد. بس صحيح اللزوجة بتاعته كبيرة شوية. الحالة دي لما اوصل لها بيبقى عندي بقى irreversible deformation، خلاص انا ما اقدرش ارجع تاني. عشان كده بقول لك بيرمان ديفورميشن، خلاص انا ما اقدرش ارجع تاني للحاله اللي قبلها. وانس اني وصلت للفيسكس ستيت، خلاص دي الحاله النهائيه والتغير الدائم في البوليمر. طيب التمبريتشر اللي حصل عندها الكلام ده كله، اللي تحول من تحول من الالاستيك الى الفيسكس، بسميها انا فلو تمبريتشر سي اف. يبقى ايه الفلو تمبريتشر دي؟ هي اعلى درجه حراره ممكن يبقى البوليمر عندها في صوره الاستيك او الاستومر، لان اعلى منها هيتحول الى فيسكوس ستيت اللي هو هيبقى ليكويد، وخلاص مش هقدر ارجع تاني للالاستومر. طيب الطبيعي ان البوليمر، لو انا بتكلم عن اللينير امورفوس بوليمر، احنا قلنا ممكن يتواجد في ثلاث حالات، الجلاسي او ممكن يتواجد في صوره الالاستومر او يتواجد في صوره الفيسكوس ستيت. هل نفس نوع البوليمر ممكن يتواجد في الثلاث حالات دول او الثلاث اشكال في وقت واحد؟ قالك لا، هيتواجد في صوره واحده بس. يبقى البوليمر استحالة يكون موجود في اكتر من حالة واحدة في نفس الوقت، تمام؟ فهو اما يكون في صورة النون ديفورمال اللي هي الجلاسي، او ريفيرسبولي ديفورمال اللي هو الالاستيك، او ايريفيرسبولي ديفورمال اللي هو الفيسكاس ستيت. هو هيبقى تواجد في واحدة من الثلاثة، لكن الثلاثة مع بعض في نفس الوقت استحالة، تمام؟ الفلو تمبريتشر او التي اف اللي هي اعلى درجة حرارة ممكن يتواجد عندها البوليمر في صورة الاستومر، لقوا ان القيمة بتاعتها دي بتعتمد على حاجتين، الوزن الجزيئي بتاع البوليمر وكمان البولاريتي بتاعته. طب تعالوا نشوف ازاي الوزن الجزيئي بتاع البوليمر بيأثر على قيمة التي اف. لو انا عندي بوليمر بوزن جزيئي قليل، الاقي ان البوليمر ده ممكن يتواجد في حالتين بس. يعني ايه حالتين؟ شكلين، هيتواجد في شكل الجلاسي فورم او جلاسي ستيت، او الليكويد اللي هو اخر حاجه اللي هي الفيسكوس ستيت. يعني التغير في البوليمر لما سخنه يبقى يتحول من الجلاسي للفيسكوس، يعني مش هيمر خالص على مرحله الالاستومر دي، فقط الجلاسي اسخنه يتحول الى سائل اللي هو الفيسكوس ستيت، مش هيمر التغير، مش هيمر على مرحله ان يكون الاول الاستيك. ده في حاله امتى؟ في حاله بوليمر الوزن الجزيئي بتاعه قليل. طيب لو انا بتكلم عن بوليمر الوزن الجزيئي بتاعه اكبر شويه، خلاص فبلاقي ان الجلاس ترانزيشن او التي بي بتاعته خلاص بتبقى بتزيد، تمام؟ قيمه التي جي بتزيد كل ما زود الوزن الجزيئي. يعني درجه الحراره المطلوبه عشان يتحول عندها البوليمر من الجلاسي الى الاستومر تبقى قيمه بتاعتها كبيره، هتزيد. هزيد مع ايه؟ مع زياده الوزن الجزيئي. طيب وزن جزيئي معين البوليمر بيبقى عندها بيحصل انه التي جي او التي اف يحصل لها سبريتنج ليه ثلاث مناطق، بقى يبتدي ايه؟ يبتدي ان البوليمر بتاعي كل ما اسخنه يتحول من مرحله الى مرحله، زي ما احنا هنشوف في الكيرف دلوقتي. يعني ايه؟ يعني انا الاول موجود في صوره الجلاسي، طب سخنته شويه يتحول الى الاستومر، طب سخنته اكتر يتحول الى الليكويد او الفيسكوس ستيت اللي هي عندها قيمه التي اف. طب تعالوا نشوف الكلام ده كله على كيرفات. لو انا اهو خدت البوليمر وعنده الوزن الجزيئي بتاعه اقل، زي ما احنا قلنا هيتواجد في حالتين فقط، يا اما الجلاسي يا اما الفيسكوس. فانا مجرد اني سخنته تحول مباشره، حصل له ميلتنج اللي هو تحول الى ليكويد اللي هو الفيسكوس، تمام؟ فاذا درجه الحراره دي هي تمثل التي جي وتمثل التي بي في نفس الوقت، التي اف، التي جي، التي بي والتي اف، خلاص. طيب لو انا بتكلم بقى عن البوليمر بتاعي الوزن الجزيئي بتاعه كبير شويه، بيبتدي يحصل سبليتنج للثلاث حالات، لا انا ممكن اسخنه فتحول الى من الجلاسي الاستومر، فلاقي في عندي قيمه للتي جي. طيب خدت تحول الى الاستومر سخنته اكتر، فلاقي في عندي قيمه للتي اف. فاذا الثلاث حالات اصبحوا واضحين معايا في نفس الكيرف. امتى بيحصل الكلام ده؟ بيحصل ان يكون عندي البوليمر وزن جزيئي كبير. الكيرف الاخير ده بيوضح لي ان كل ما زود الوزن الجزيئي كل ما الفرق اللي بيبقى كبير جدا ما بين التي اف والتي جي.
لاحظوا كمان انه لما بيكون عندي بوليمر الوزن الجزيء بتاعه كبير لكن عنده تشين فليكسبل. فليكسبل يعني في مرونه في التشين بتاعتي. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان يكون عندي الجلاس تمبريتشر بتاعته قليله، قيمتها قليله، تمام، والفلو تمبريتشر بتاعته عاليه. طيب انا عندي بوليمر الوزن الجزيئي بتاعته كبير لكن التشين بتاعته ريجيد، فايه اللي بيحصل؟ ان بيكون عنده هاي جلاس ترانزيشن تمبريتشر. طيب التاثير الاخير ان انا ازاي البولاريتي القطبيه بتاعه البوليمر بتاثر على تي اف او التمبريتشر، الفلو تمبريتشر، اي التمبريتشر اللي عندها بتحول من الاستيك الى فيسكس. علاقه البولاريتي وايه المقصود بالبولاريتي؟ البولاريتي بتاعه البوليمر مقصود بيها ان البوليمر بتاعي بيحتوي على فانكشن جروب قطبيه زي مثلا او اتش سي او اتش، تمام، سي او اتش اللي هي الالدهايد، يعني دي اسمها مجموعه قطبيه. البوليمر اللي فيه مجموعه بولر دي بسميه بولر بوليمر، واللي لاقوه او اللي لاحظوه ان البولر بوليمر ده بتبقى عنده انتر اكت مور سترونجلي عن النون بولر، خلاص، فبالتالي البولر بوليمر ار مور فيسكس. البولر بوليمر بتبقى الرابط فيه قطبيه او دي بتبقى رابط قويه جدا، فعشان اخلي البوليمر ده اللي عنده بولر بوند يتحول الى فيسكس ليكويد، يعني عشان اسخنه فاوصله الى في الاخر ان يبقى عندي فيسكس فلويد، محتاجه ان انا اسخنه عند درجه حراره مرتفعه جدا، وبالتالي بيبقى عنده قيمه عاليه قوي من التي اف التي فلو، تمام. يبقى اذا امتى البوليمر يكون عنده قيمه عاليه من التي فلو؟ لما يكون بولر بوليمر، يعني بيحتوي على البولر جروبس. ليه؟ لان هو الرابط دي قويه جدا، بالتالي محتاجه ان اسخنها عند درجه حراره مرتفعه قوي عشان تحول الى الليكويد او الى الفيسكس ليكويد. طيب كل الكلام اللي قلناه ده كله كان بيتكلم عن لينير بوليمر لكن امورفس. طب لو انا عندي كريستالين بوليمر، تمام، كريستالين بوليمر معناه ان انا عندي بقى الترتيب الى حد ما في منتظم في المولكيولز داخل في البوليمر. فلو انا خدت كريستال بوليمر ده وسخنته عند درجه حراره اعلى من كريستاليزيشن تمبريتشر بتاعته، خلاص، بيتحول الى الالاستيك بوليمر او يتحول الى الفيسكوس بوليمر، معتمد على وزن الجزيء بتاعه. يعني ايه؟ فلو اخدت مثلا مثال، على سبيل المثال خدت البولي ايثيلين، والبولي ايثيلين ده كان كريستال لينير بوليمر، وزن الجزيء بتاعه كبير، فلما سخنه عند درجه حراره اعلى من كريستاليزيشن تمبريتشر بتاعته بيتحول الى الاستيك بوليمر، تمام. طيب لو انا خدت البولي امايد كريستال، لكن كريستال بوليمر لكن نوع بولي امايد، والبولي امايد ده عنده الوزن الجزيئي بتاعه اقل، فلما سخنه عند درجه حراره اعلى من كريستاليزيشن تمبريتشر مش هيتحول الى الاستومر لكن هيتحول مباشره الى الفيسكوس ستيت او الفيسكوس ليكويد ستيت، تمام. يبقى اذا اقل من التي كريستاليزيشن مش هيحصل ان البوليمر بتاعي هيحصل ديفورميشن، مش هيتغير الحاله بتاعته خالص، لكن هيفضل ايه؟ سوليد وبي هاي ستريس، يعني بطاقه كبيره. طيب سخنت البوليمر اعلى من التي كريستاليزيشن بيبتدي يحصل ديفورميشن، يعني يبتدي البوليمر بتاعي يا اما يتحول الى الاستومر يا اما يتحول الى الفيسكوس استيت. طبعا ده واضح يعني من الشكل بتاعي ده. طيب الحاجه الاخيره اللي عندنا في المحاضره بتاعت النهارده، لو اتكلمت عن كروس لينكد بوليمر، وكروس لينكد مقصود بيه ان عندي بوليمر في برانشز، تمام. ايه اللي لاحظوه؟ ان لاحظوا ان كل ما بتزيد البرانشز دي او كل ما بتزيد البوند اللي موجوده في التشين، كل ما قيمه التي اف بتاعته بتقل، كل ما قيمه التي اف بتاعته بتقل، يعني يبقى بسهوله قوي ان البوليمر ده يحصل له ديفورميشن، مش محتاج يتسخن عند درجات حراره مرتفعه. دي كده اهم النقاط اللي المفروض ان احنا نعرفها في الجزئيه دي. اتمنى يكون الجزء ده واضح امامكم، وشكرا.